في إطار مساعيها الرامية لحل قضايا أمراض الأطفال المستعصية، خاصة أولئك المصابين بالأمراض المتأزمة، لا تزال تواصل مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي جنو في السعي لمعالجة أمراض الأطفال. هذه المرة الأطفال جاءوا من مختلف أقاليم البلاد. العملية التي أجريت هذه المرة لصالح الأطفال في الأمراض الخلقية والتي أجراها الطبيبين محمد نور أبو بكر وأوليفيي أثلجت صدور أولياء الأمور. عمليات فانت لابيال بسموه خشم الأرنب في ريال، وهي مرض كونجينيتال، يعني ريال اللون فوق، وما في يعني سبب معين. في حالات لقينا الأبهات عندهم فتح، والعيال كمان جالهم فتح. كل للأمهات وأبهاتنا العيال اللي عندهم فونت لابيال يقربوا من لابتان ماري أنفان أم الطفل، البريز أون شارج يعني العملية وإجراء ودواء حقها كله مجان، وده تمويلة فونداسيون جراند كور، وده يعني لنا لينا اوبورتونيتي نقول شكرا لفونداسيون جراند كور بتسوي جهودها كون الناس دول كله يلقوا علاج، والعيال دول يلقوا السرير يعني الابتسامه، عشان صخير عنده فتح عن الليفر ما ممكن يبتسم، يعني بعد العمليه صخير ده يقدر يبتسم، والابهات والامهات كمان يلقوا الابتسامه في البيت. أولياء الأمور بدورهم أشادوا هذه المرة بالشيء الكبير الذي تقوم به مؤسسة القلب الكبير في معالجة أطفالهم. شكرا الله يأجرهم داو لنا إيالنا خدر داو ما نعرفه جينا لقينا علاج المرض، الله يأجرهم الله يطول عمرهم. شكرا شكرا كثير شكرا يال دار زيد دفنو أندرين ديون غلار كسير غلار كواس شكرا شكرا الله بارك على طولك دبي جبتا على شغل أنا كسم غرا سوكالا ديلا من دنيا الله بارك على أنطلوك كتب في ميزان. هذه العملية التي استفاد منها 30 طفلا جعلتهم اليوم سعداء بعد أن فقدوا الأمل، لكنهم اليوم مشافين معافين بنجاح هذه العملية.